السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب مدرسة قايد باي. النهاردة هنكمل مع بعض HTML tags، وهناخد النهاردة مع بعض tag الامج. تاج الامج هو معانا من ضمن المالتي ميديا تاجز. طيب من قبل كده ما نتعلم مع بعض تاج الامج، في ستاب مهمه جدا لازم نكون متعلمينها، ان احنا نكون عاملين فولدر للبروجكت بتاعنا. ده اللي هيساعدنا بعد كده ان تاج الامج بتاعنا لما نستخدمه يبقى سهل، والامج بتاعتنا تظهر في الويب بيج بتاعنا. طيب هنعمل فولدر هنسميه بروجكت، تمام. طيب لو مثلا الامج دي هاخدها كوبي، نفتح البروجكت، نعمل بيست كده. انا عملت داونلود او سوري عملت كوبي للامجز بتاعتي. طب لو عايزه احط امج تانية نفس الموضوع، يبقى هنا الفولدر ده انا بحط فيه كل الفايلز اللي تخص الويب سايت وكل الامجز اللي تخص الويب سايت، ولو في فيديو كمان انا بحطه جوه الفولدر ده. نبتدي بقى كده مع بعض نكتب الكود بتاعنا. نفتح برضو النوت باد ونبتدي نشوف الكود بتاعنا. طيب زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا بنبتدي الكود بتاعنا بايه؟ ايوه بال name of the language اللي هي HTML، بعد كده نعمل tag head، tag title، تمام. ممكن نسميه مالتي ميديا، ونقفل نعمل close tag للtitle، نعمل close tag للhead كده. اظن الخطوة دي كده سهلة وجربناها مع بعض كذا مرة. طيب خلصنا كده الhead بتاعنا، نبدأ نكتب البادي بتاعنا. طيب في البادي بتاعنا احنا المره اللي فاتت اتعلمنا مع بعض تاج السنتر، اتعلمنا مع بعض تاج ايه؟ السنتر. طيب هنعمل تاج سنتر، جوه تاج السنتر بتاعنا نعمل مالتي ميديا تاجز. طيب اتفقنا كده لو انا عايزة ادي فونت وادي كالور لي التايتل بتاعي ده، فحاجي جوه تاج السنتر هعمل تاج فونت، بعدين هعمل فيس. لا احنا اتفقنا انه عنده attributes فيس equal double quotes اللي قلنا shift، وبعدين البطن المكتوب عليه طه، تمام، مكتوب عليه حرف الطه، تمام. هكتب الفيس بتاعي انا دلوقتي، ممكن انقي فونت مع بعض. لو انا مثلا عايزه الفونت ده اخده كوبي واروح اعمل له بيست واقفل الدبل كوتس، واخد الكالر بتاعي نعمل جرين، بعدين السايز بتاعي 30. لازم طبعا سوري هنا احنا نسينا الايكوال. طب يا ميس انا لو نسيت حاجه من الايكوال، نسيت حاجه من الدبل كوتس، عملتها سنجل كوت، هيحصل ايرور عندي في الكود والفونت بتاعي مش هيطلع بالشكل المظبوط اللي انا عايزاه. طب انا كده خلصت الفونت، هنقفل الفونت فين؟ نقفلها هنا ولا نقفلها هنا؟ تمام هنقفلها قبل السنتر، تمام. كده نبتدي نقفل البادي بتاعنا، نقفل ال HTML ونعمل فايل سيف از. طب انا كده هعمل سيف على الديسك توب يا ميس؟ لا احنا اتفقنا بقى ان احنا عملنا فولدر للبروجكت بتاعنا اللي هو ده. طب هنسميه ايه؟ هنسميه ام مثلا دوت HTML، تمام. نعمل سيف ونروح على فولدر البروجكت. ما ظهرش معانا. طيب ممكن نعمل له سيف تاني برضو، نتاكد ان هو عمل سيف جوه الفولدر المظبوط.
تمام، نعمل دوت اتش تي ام ال. تمام، نفتح الفولدر بتاعنا ونعمل سيف كده زي ما عملنا دلوقتي اهو، كده هو ظهر معايا. زي ما عملنا كده اهو، بقت لونها جرين، بقت في السنتر، بقت واخده الفونت اللي احنا عايزين. تمام. طيب لو انا دلوقتي عايزه ازود ايمج، وانا حطيت الايمج دي في الفولدر، حطيتها فين في الفولدر؟ طيب هعمل ايه بقى؟ تاج ايمج. تاج الايمج عنده اسمه سورس ايكوال، ده النيم اوف ايمج. تمام، ده دلوقتي اسم ده الصوره بتاعتي اسمها كده. طب ممكن نعمل لها رينيم عشان تبقى سهله علينا، وخليه اكس مثلا. تمام، يبقى ده الاسم بتاع الصوره اكس، وده الاكستنشن بتاعها بيبقى ظاهر هنا جنبها بي ان جي. فهيجي كده عندي في السورس بتاعي هكتب اكس دوت بي ان جي، واقفل برده الدبل كوتس بنفس الطريقه. طب الايمج دي بيبقى ليها هايت، تمام، زي ما انا بتحكم فيه 50 مثلا، ويبقى ليها ويدز ايكوال، خليها برضو 50. تمام، وببتدي ايه اقفل كده. طيب ونعمل سيف، واروح على البيج بتاعتي واعمل ريفرش. اهي ظهرت. طب دي صغيره قوي يا ميس؟ لا، ممكن نكبرها شويه، نعملها 500، نعمل هنا 500، ونعمل سيف، ونروح تاني نعمل ريفرش. تمام. طب ايه رايكم لو عايزين احنا نجيبها في السنتر هنا تحت المالتي ميديا؟ تمام، ممكن اخد الكود كله ده من الكات، من الكات، ونروح تحت تاج الفونت نعمل بيست. تمام، نعمل سيف، ونروح نعمل ريفرش. طب دول اتلخبطوا على بعض. طب انا عايزه تاني ارجعهم زي ما كانوا مكتوبين. تمام، طيب ممكن نعمل برضو كات. تمام، نعمل سيف، هنتعلمها بطريقه ابسط شويه. كده الصوره اتشالت خالص. طيب ممكن نعمل تاني تاج سنتر تاني. تمام، ونحط جواه الكود بتاع الصورة بتاعنا، ونقفل تاني تاج السنتر، ونعمل فايل سيف، نروح نعمل ريفرش. تمام، يبقى انا عشان حطها في السنتر بطريقة ابسط واحسن ومنظمة، حطيت كل واحدة في تاج السنتر بتاعها. تمام، اهو عشان ما نتلخبطش، دي ليها التاج بتاعها، دي ليها التاج بتاعها. تمام، طيب ممكن تحت تاج السنتر ده نزود حاجة. فاكرين المرة اللي فاتت لما كتبنا نيم و كلاس؟ طيب انا دلوقتي عايزة النيم تبقى فلاين والكلاس التانية دي فلاين. نعملها ازاي؟ نكتب ايه؟ برافو، هنكتب تاج بي ار. تمام، نعمل سيف، نروح على البيج بتاعتنا نعمل ريفرش. اهي ظهرت عندنا النيم، وظهرت عندنا الكلاس. طيب لو انا دلوقتي هزود جنب الكلاس ريب، ومش عايزه ما بينهم يكونوا كده، عايزه ما بينهم يبقى برضو في سبيس. برافو، هقول اند ان بي اس بي سيمي كولون، وزي ما اتفقنا قبل كده. تمام، ناخدها كوبي، ناخدها كوبي، تمام، نعمل سيف. قلنا كل ما نزودهم كل ما ايه السبيس عندي هتزيد. تمام، اظن كده الطريقه دي مش صعبه خالص، وسهله جدا علينا ان احنا ايه نتعلمها. طيب لو انا حابه ان انا اعمل هايبر لينك، لو انا حابه ان انا اعمل هايبر لينك، نعمل ايه؟ هاجي هنا تحت كلاس وبريب،
عايزه اكتب هايبر لينك مثلا لقائد باي دوت نت، تمام؟ فهعمل ايه دلوقتي؟ هكتب تاج ايه ده كده، تاج الهايبر لينك، تمام؟ ايكوال، لازم الاتريبيوتس اللي احنا بنكتبها جوه التاجز دي زي السورس والفيس والكالر لازم تكون محطوطه جوه الدبل كوتس دي اللي احنا قلنا بنكتبها ازاي، شيفت ايه حرف الطه بعد كده اللي هو محطوط عليه دبل كوتس، مش هينفع نعمل ايه سنجل كوت، تمام؟ هبتدي اكتب اسم الويب سايت بتاعي قايد باي www.qaidbay.net، تمام. وايه واكتب من بره هنا باي باي. مش احنا قلنا ان الهايبر لينك ده بيبقى عباره عن تكست اور ايمج اور فيديو، وين يو كليك اون ات ترانسميتس يو تو انذر بيج، تمام؟ فانا هنا دلوقتي ده التكست بتاعي اللي المفروض ينقلني فين؟ لويب سايت تاني اللي هو قايد باي دوت نت. وابتدي اقفل تاج الاي بتاعي، هبتدي اقفل تاج الاي بتاعي، تمام؟ واروح بعد كده اعمل سيف. في ايرور في الكود ده ويعني هنكتشفه دلوقتي مع بعض. اروح اعمل ريفرش، تمام، ظهرت لي كلمه قايد باي هنا. طب هو انا عايزاها تظهر كده جنب بريب ولا عايزه دي فلاين ودي فلاين؟ تمام، انا المفروض جنب بريب هنا ولا هنا ولا فين؟ اكتب تاج بي ار، تمام، هكتب تاج بي ار هنا جنب بريب عشان يعمل لي بريك او يعمل لي نيو لاين. اروح كده اعمل ريفرش، مظبوط. طب نروح كده ندوس على كلمه قايد باي، تمام، هي كده المفروض عندي تعمل ايه؟ تفتح لي الويب سايت ده، تمام. انا كده عملت مع بعض تاج الايمج، عملنا مع بعض تاج الهايبر لينك، وعملنا ريفيجن سريع على كل التاجز اللي خدناها في الاول. طب انا لو مش حاطه الايمج بتاعتي في فولدر، احنا اتفقنا ان احنا لازم نكون حاطين الايمج بتاعتنا في فولدر وكل البروجكت بتاعنا في فولدر، تمام، اللي عملناه هنا على الديسكتوب. طب انا لو مش حطاها هنا، هل الايمج بتاعتي دي هتظهر؟ لا مش هتظهر. طيب تيجي كده نشيل الايمج دي ونروح نعمل ريفرش، ظهرت؟ لا ما ظهرتش. يبقى انا هنا خطوه مهمه جدا ان انا يكون عندي فولدر فيه الايمج بتاعتي وفي برضو الايه البروجكت بتاعي. يعني انا ما ينفعش اعمل سيف للفايل بتاعي في مكان تاني. ازاي دلوقتي لو حطيت تاني الايمج هنا والنيم بتاعها اكس، تمام، والفايل بتاعي نفسه او البروجكت بتاعي نفسه عملت له سيف از، تمام، واخترت له مكان بره الفولدر خالص، تمام، ورحت كده افتحه. شوف كده هيفتح معايا او هيفتح، بس هل الايمج هتبقى محطوطه؟ لا، تمام كده. طيب لكن لو انا فتحته جوه الفولدر يبقى الايمج هتكون موجود. يبقى دلوقتي خطوه مهمه جدا ان الفولدر بتاعي يكون فيه الايمج ويكون فيه الويب بيج بتاعتي في نفس المكان عشان يقدر البيج بتاعتي تقدر تقرا الايمج دي، تمام كده. طيب احنا كده خلصنا ال HTML tags بتاعتنا بتاعت first term. الموضوع سهل جدا، بسيط، مفهوش اي حاجه صعبه. هنجرب مع بعض في البيت تاني وهنمشي على نفس الستبس اللي انا عملتها كده في الفيديو، هنلاقي الموضوع بسيط خالص ومفهوش اي حاجة صعبة ان شاء الله، تمام. نجرب كده مع بعض تاني الحاجات دي والتاجز دي ونشوفها كده، لو فيها اي حاجة صعبة نشوف تاني الفيديو ونجربهم وان شاء الله مش هيطلع فيه اي حاجة صعبة فيهم. thanks a lot.